عاش الشباب اللي بيهزم اي عكس مهما شافوا. ورجعنا لكم مره تانية بعد فاصل مش هتكلم الكلام. في الفقره التانية هتكلم فيها عن النظام الغذائي. في بدايه الكلام ارحب بالضيف انا ومروه، هنستقبل ضيفنا الدكتور مصطفى محمد يوسف اخصائي التغذيه العلاجيه. دكتور برحب بيك. اهلا وسهلا بيك. برحب بحضرتك يا دكتور معانا. برحب بيك يا اسلام. دكتور مصطفى يسري اخصائي التغذيه العلاجيه والسمنه والعلاج الطبيعي. من فضلك كنا عايزين نعرف يعني ايه وزن زائد. كلنا عارفين ان الوزن الزائد ده بيعمل مشاكل كتير جدا للناس، بتبقاش عارفه تاكل ايه ولا تشرب ايه، واحيانا بيؤدي بيها ان هي بتنعزل عشان شكلها بقى وحش ومش عايزه تتقابل مع حد. كنا عايزين حضرتك تعرف لنا يعني ايه وزن زائد ويعني ايه دايت، وامتى انا اقول لنفسي اني محتاجه اروح لدكتور او اعمل دايت. هو وزن زائد طبعا بنحدده اول حاجه في حاجه اسمها ده معيار اسمه بي ام اي. البي ام اي يعني بنحدد بيه المشكله عندنا. تمام. ازاي احنا بنحاول مثلا نشوف مثلا عندنا الوزن، مثلا لو مثلا 80 كيلو مثلا الوزن عندنا، وبنشوف احنا مثلا عندنا معدل الطول قد ايه عندنا، بنضيف معدل الطول بنقسم الوزن على معدل الطول بيطلع لنا الوزن المثالي قد ايه تقريبا. تمام. على اساسه بعد كده بنحدد بعد كده مع الفحوصات الثانيه الكلام ده، بنحدد بعد كده ايه النظام الغذائي الصحي اللي ممكن نمشي عليه اي كلينت عندنا. دكتور ايه النظام الغذائي لاتباع وصول الوزن المثالي؟ هو النظام الغذائي حسب معدل سعرات حراريه، ما هو في انظمه كتير بنتبعها حسب كل حاله وبتختلف من مريض للتاني. يعني احنا مثلا عندنا مثلا الرجال ليهم نظام غذائي خاص بيهم، السيدات ليهم نظام غذائي خاص بيهم. تمام. الاطفال حتى ليهم برضه نظام غذائي خاص بيهم. الاطفال؟ اه طبعا. طب في سن كام مثلا؟ الاطفال ممكن من حتى من 4 سنين يعني ليهم نظام غذائي. اربع سنين. بس طبعا اهم حاجه يكون منظم معاهم، ان هو طبعا كل طفل ليه نظام غذائي خاص بيه، والطفل ده هل هو بيمارس صيد ولا لا؟ هل هو بيروح جيم ولا لا؟ هل هو بياكل اكل فاست فود كتير ولا لا؟ هل ليه اكتر؟ معانا فيديو، هنخرج فاصل وهنرجع نواصل مع حضرتك. وهنستنى تعليق حضرتك. ماشي يا فندم. دكتور هل ممكن يكون في سن اقل من كده ممكن يعمل فيه نظام دايت؟ احنا ممكن مثلا من سن 4 سنين تقريبا نبدا نظام دايت عادي زي ما قلنا، بس احنا نحدد نظام غذائي حسب طبيعه الطفل. يعني احنا دلوقتي عندنا كان في جيم دلوقتي. تمام. واطفال بيعملوا جيم، طبعا ده كويس جدا، بس احنا بنحلله بقى هل الجيم هيمشوا عليه ده في نظام غذائي تاني معاه ولا لا؟ لو نظام غذائي مع الجيم ده نظام، لكن نظام غذائي من الجيم من غير الجيم ده نظام تاني مختلف. انت طبعا الطفل طبعا بيرفع سعرات حراريه وفي سكر بينزل، فاحنا بنحاول بقدر الامكان نديله جرعات سكر معينه. تمام. عشان بحيث لما يعمل اي اكتيفيتيز ما تاثرش عليك صحيا. يعني معنى كده يا دكتور ان في فئات او اشخاص ممنوع عليهم عمل دايت؟ هو في فئات اطفال طبعا ممنوع عليهم، احنا مش ممنوع عليهم، بس في بريكوشنز معينه او ممكن يؤدي على خطوره لحياتهم. مظبوط صح كده. يعني فعلا في الانفستيجيشن بتاعتنا يعني بيجي كلينت عندنا اول ما العياده بيجي. تمام. مثلا زونا بشوف انا باخد داتا منه كامله، من ضمن الداتا اخدها منه تمام اللي هي موضوع ان كان دايبيتك او لا، في نفس الوقت يعني عنده سكر او لا. الداتا دي اللي هي فحوصات او تحاليل؟ مظبوط، فحوصات او تحاليل، وبطلب منه تحاليل معين يعملها. بالاضافه لكده بشوف هل هو انيميك ولا لا، ان في ناس كتير عندهم انيميا وبيبتدوا معاه نظام غذائي اللي بيتعب بزياده. فلازم بنشوف، دي مهمه جدا عندنا، في حاجات فحوصات معينه بنطلبها منه قبل ما يبدا معاه نظام دايت تسليم. يعني معنى كده ان الطرق المنتشره في الوقت الحالي ان واحده تاخد من صاحبتها نظام دايت هي كشفت عند دكتور ولقيته مناسب ليها وخست عليه، ده ممكن ما يناسبهاش ويعرضها لخطوره. طبعا يا فندم غلط خالص، المفروض كل واحد ليه نظام دايت خاص بيه. يمكن احنا بدانا قلنا الحلقه دلوقتي يعني ان كل واحد ليه نظام غذائي خاص بيه. تمام. يعني اللي هم يعني حسب الوظيفه بتاعته كمان. تمام. يعني مثلا نلاقي مثلا دكتور مثلا ليه نظام غذائي خاص بيه، التيتشر مدرس ليه نظام غذائي خاص بيه، بوليس مان الاوفيسرز دول ليهم نظام غذائي خاص بيهم. دكتور هل الجينات الوراثيه تلعب دور مهم جدا في نظام الدايت؟ هو طبعا اكيد في مجموعه كتير من الكنت بيزوروا بيتعرضوا عندنا في العياده عندنا في عكس ما جينيتك فاكتور. الجينيتك فاكتور ده اللي هو يعني العامل الوراثي. تمام. ممكن يكون في اماكن معينه برضه نفس الكلام؟ مظبوط، في بالذات بيبان اكتر في السيدات، بيكون عندهم السيدات. طبعا الفاكتور عندنا ده بيبقى موجود اكتر، بالذات احنا بنسميها بيقولوا عليها الكمتر او الكمتر. مظبوط، شكل الكمتر ده بيبقى موجود فيه برضه اكتر، ان دايما المنطقه السفليه بتكون السيدات تكون اعلى شويه. وده بيسبب يكون عامل وراثي، احنا ممكن نتغلب عليه يعني مش صعب على فكره. تمام. بس إن طبعا اهم حاجه ان يكون عندنا اوي بالموضوع ده. تمام. طب في اقوال كتيره جدا منتشره بخصوص الدايت، زي ان الميه اثناء الطعام والاكل قبل النوم مباشره بيؤدوا الى زياده الوزن،
راي حضرتك الطبي في الكلام ده؟ طب احنا نقطتين، اول نقطه موضوع اللي هو الميه، شرب الميه. شرب الميه هو شرب الميه اثناء الاكل انه يحبذ يكون قبل الاكل. ليه؟ هي الماده عندنا زي البالون، لما احنا بتبقى فيها كميه ميه عاليه شويه احنا كده ملينا اللي هو السبيس بتاع المعده، بس ان لو في اي اكل ناكله مع الاسبيس موجود مثلا بيكون كتير بيكون اكل قليل. تمام، فده كويس. لكن بالنسبه لموضوع الاكل قبل النوم طبعا ده ممنوع خالص، المفروض الواحد يكون يعني طبعا اند اوف ذا ايتنج يعني يكون خلاص الاكل مظبوط، يكون لا بس انه خفيف يبقى في حركه وحركه مظبوط، ويكون قبل النوم بساعتين ونص يكون مخلص اكله، يقدر يهضم ويقدر ينام بشكل سليم. دكتور ممكن الدايت يعمل حاله نفسيه او اكتئاب في اثناء مثلا لو هو ما قدرش يقدر يخس وزنه مثلا قليل جدا مثلا؟ ممكن يعمل حاله نفسيه لو واحد ماشي على نظام دايت فتره طويله ومن غير ما فيش حرق مناسب ليه. يعني مثلا مده كام كده مثلا؟ يعني بص احنا مثلا المفروض اول نظام الدايت لازم يتغير يعني ماكسيمم كل اسبوع. كل اسبوع مفروض، ولازم يتغير طبقا للطبيعه الغذائيه بتاعت الشخص اللي عندنا. يعني مثلا حضرتك لما تمشي على نظام غذائي لمده اسبوع احنا الاسبوع الثاني لازم نغير اجزاء كبيره فيه، او مثلا يعني مثلا كل اسبوع يكون ليه نظام. طبعا لازم النظام الغذائي مختلف، ولازم نشوف السعرات الحراريه اللي اتحركت قد ايه في كل نظام والتاني. الناس اللي بتوصل للوزن اللي هي عايزاه وبعدين بعد ما تبطل الدايت ترجع للوزن اللي كانت عليه ليه؟ هي بترجع ليه ان هي يعني ايه بترجع الاكلات اللي بتاكلها كلها وبنفس الكميات اللي بتاكلها. احنا عامه لو هنمشي نظام غذائي صحي احنا ممكن ننزل الكلينت عندنا لوزن مثالي بدون ما يرجع تاني. ازاي؟ تثبيت وزن. هي مش هقول تثبيت، هي تثبيت وزن طب بس مش بالظبط تثبيت وزن، بس يعني نقول مثلا ان في حاجات معينه احنا هنقللها نتجنبها وممكن بعد كده ناكلها بكميات بسيطه. هو كنت لوحده فعلا يعني مثلا لو واحد مثلا وزنه مثلا 100 او 120 وصلنا لغايه سيتو بالويت بتاعه مثلا 70 او 75 او 80 حسب اللي هو طبعا احنا طبعا قلنا ايه اللي حسب الام اي بتاعه. تمام، بعد كده وزن المثالي بتاعه بيكون قد ايه؟ على اساس وزن المثالي بتاعه ممكن نثبت له وزنه، نقول مثلا خلاص هناخد كذا وكذا وكذا، او في الاكلات هناكلها قد ايه؟ او مش لازم بالجرامات، حتى الكميات مثلا بولت اكل بسيطه مثلا لو مثلا قد مثلا مجزه او كوبايه صغيره. تمام، قول لي ايه اللي ياخده. دكتور ازاي انا اوصل الوزن المثالي وما ارجعش ازيد تاني في الوزن؟ ازاي اوصل الوزن المثالي؟ احنا نوصل الوزن المثالي ان احنا نقلل كميه اكل بناكلها ونزود معدل الحرق. نزود معدل الحرق مظبوط. راي حضرتك في الادويه اللي بتساعد على التخسيس مع ولا ضد؟ هي الادويه بتاعت اللي هي الادويه اللي بتساعد التخسيس احنا يعني احنا ممكن يعني نبدا بيها بس طبعا اي حاجه كيميكالز مظبوط، لكن اي حاجه كيميكالز بتكون صعبه جدا. تمام، دي موافقه. دكتور هل دايت الرجل يختلف تماما عن دايت المراه؟ طبعا تختلف. هو طبعا من ناحيه ايه؟ في حاجات كتير يعني في حاجات كتير طبعا. هو في طبعا السيدات كان في حمل ورضاعه، في حاجات كتير خالص بيكون عندهم ديفيشنسي لكميات كتير من الناتشرز بتاعتهم، بيفقدوا عناصر كتير في اثناء. مظبوط فعلا يعني مظبوط. احنا مثلا عندك كالسيوم وحديد ومغنيسيوم، في حاجات كتير من عناصر غذائيه بتفقد من السيدات، فلازم يبقى ليها نظام غذائي مختلف عن نظام الرجال خالص يعني. وبتختلف كمان على فكره لو انسه او مدام. تمام. دكتور ايه النصيحه اللي توجهها للناس اللي عايزين يعمل دايت؟ يبدا شكله ازاي؟ ايه النصيحه توجهها للناس؟ اول حاجه فيه ان هو نشوف هو النظام الغذائي بتاعه بيبدا ايه، يعني هو بيبدا يوم الساعه كام الصبح وبينتهي الساعه كام بالليل. الحاجه الثانيه احنا لازم بنشوفهم اللي بياخد كام وجبه في اليوم، دي تفرق معانا خالص. تفرق معانا طبعا، تفرق من 3 وجبات او 5 وجبات او وجبه او اثنين. عشان كده في ناس كتير في شهر رمضان بتزيد وزنها. فعلا في شهر رمضان يا دكتور في ناس برضه بتعمل نظام غذائي بشكل مهم جدا عشان خاطر ما يزيدش في الوزن، صح كده برضه؟ في، بس اغلب الناس بتبقى لوزه، بتبقى صعب جدا علي. ليه؟ ان دلوقتي احنا دايما في شهر رمضان الواحد بيصلي، بعد ما يصلي بيشرب ميه كتير او عصير كتير، بعد كده مثلا يصلي التراويح وبعدين يرجع يفضل يروح ياكل تاني، فتلاقي لا نفس حتى معدل الحرق بيكون قليل. يعني المفروض مثلا يكون ان هو يعني ياكل حتى بعد صلاه العشاء مثلا، بعد التراويح. لا هو لو النظام الغذائي بتاع شهر رمضان ده ليه نظام غذائي مختلف. نظام غذائي مختلف طبعا. لا نظام غذائي ده مختلف، يعني طبعا احنا عندنا دلوقتي وجبتين، وجبه افطار وسحور، فهنحاول بقدر كان عندنا وجبتين افطار وسحور بنخلي في حاجه من الوجبه يعني بين الوجبتين شوي. يعني بناخد حاجه بين الوجبتين. تمام، بين الفطار وبين السحور، كاننا فطار وغدا وعشاء في الايام العاديه. في وقت معين للوجبات للشخص العادي المفروض او يجب ان هو يلتزم بيها، ولا كل واحد بقى يعمل له وقت فري زي ما هو عايز؟ لا طبعا، احنا عندنا طبعا احنا قلنا يمكن شويه احنا فيها 3 وجبات. تمام، وفي بناخدها 5 وجبات. الخمس وجبات بمعنى ان احنا في وجبتين سناكس. التلات وجبات عندنا فطار وغدا وعشاء، وبتي سناكس غالبا بيستحسن تكون فاكهه، ان الفاكهه بتكون جدا سكر الفاكهه او سكر النشر بتاعنا بيكون ممتاز جدا، غير بناخد اي سكر عادي.
طب وبما اننا في موسم الدراسه وداخلين على ترم دراسي جديد، ايه النصيحه اللي حضرتك توجهها للطلاب علشان يقدروا يحافظوا على المعلومات ويتمتعوا بنظام غذائي سليم اثناء العام الدراسي؟ اول حاجه اكل الخضروات مهم جدا عندنا، واكل الفاكهه. واللي ما بياكلش خضروات ما هو لازم يبقى اكل الفاكهه. هي دايما الفواكه، وفي انواع من مثلا التفاح والموز بيكون كويس جدا. في نسبه سعرات حراريه كتير. من مظبوطه، بس طبعا احنا زي ما قلنا حتى في كلينت يقول ده السكر، ده الموز بيزود الوزن. في معلومه كتير بتحصل برضه. مظبوط، هو فعلا ممكن يزود وممكن نقلل الوزن بيه. ده ممكن في ايدينا نتحكم فيها. مظبوط، حسب نظام الدايت اللي احنا ماشيين عليه. حسب نظام الدايت. مظبوط، واي حاجه على فكره كده، يعني عندي مثلا في كلينت جاي قبل كده، انا بحب الشوكولاته، عايز اكل شوكولاته، اقول له ماشي، بقى اكلت فعلا شوكولاته. واكلت سعرات حراريه عاليه جدا، يعني كنت بقول مثلا فطار بعد 10، جات لي بعد اسبوع دكتور مصطفى انا خلاص انا مش عايز شوكولاته، انا تعبت زهقت منها، اديني حاجه فعلا. وبدات معايا وغيرنا النظام بتاعها، وفعلا كان وزنها تقريبا 131 وصلت لغايه تقريبا 84 حاجه زي كده. لا حلو، في فتره بسيطه يعني. بس المهم تحافظ بقى على الوزن ده. هي لغايه دلوقتي متابعه معايا، وبعدين هي ممتازه صراحه يعني. ده في حد ذاته كويس ان الواحد يحس ان هو عنده مشكله ويتوجه للطبيب المختص علشان يعالجها، دي في حد ذاتها حاجه كويسه جدا. مظبوط، وهي جايه من نفسها كمان، يعني في كلينت كتير بيبقوا مثلا يقول لا، يعني في مثلا الزوج او الوالد او الوالده او الاخ يقول لا انت روحي مثلا، لا روحي خسي انت تخينه، اللي هي جايه نفسها دكتور مصطفى انا عايز اخس، لا انا وصلت محله مش قادر خلاص بقى. لا فعلا، ويمكن ده دافع عليها كان كويس جدا عندها يعني. ايه اصعب حالات يا دكتور شفتها حضرتك في المركز او في المستشفى؟ اصعب حالات مرت عليك في نظام الدايت؟ اصعب حالات اللي هم الاطفال اللي هم بياخدوا ادويه سيكوتيك، اللي هم ادويه علاج النفس. مظبوط. في كتير من ادويه السيكوتيك دي بتكون بتسبب الزياده في الوزن. عشان زي الكورتيزون كده تقريبا. زي كده. تمام. فاحنا دي مشكله، ان طبعا الطفل يكون مثلا عايز حاجه معينه، سيكوتيك وعايز حاجه معينه، فبتيجي المزه تقول له يا دكتور مصطفى انا ابني النهارده مش عايز ياكل فراخ، مش عايز مثلا ياكل الكفته، مش يعني في ادويه مش عايز يلتزم بالنظام اللي حضرتك مش عايز يلتزم بالنظام الدايت اللي ماشي عليه. تمام. فبضطر ان عن طريق طبعا الكول، هي اللي عندها كول، هي المسؤوله عندي في المركز، بتبقى متابعه ومتواصله معاهم، بتبلغني مثلا حاله فلان فلانيه مثلا اسمها كذا، طبعا عندي كل حاله ليها داتا عندي خاصه بيها، بتاخدها عندي المكان عندي، بشوف وزنها ومتابعتها كل 1 ويك تقريبا او كل 6 دايز حسب البروجرام اللي ماشي عليه. مثلا الحاله مثلا في حاجات عندنا امبارح حصل فيها 1 2 3 4. طب بالنسبه للاطفال يا دكتور، مش ممكن يكون في ناس بتاخد جرعه ادويه فتح الشهيه؟ بص، هي جرعه ادويه فتح الشهيه دي لو احنا بقى دي نظام ويت جين بقى، يعني زياده وزن. هي ادويه فتح الشهيه برضه ماشي اوكي، بس احنا برضه في حاجه يمكن لسه بنتكلم دلوقتي، ان كل ميديكال كله تمام، احنا في بريكوشنز عليه ما ينفعش نزوده. يعني طبعا حاجه نشره تكون احسن، يعني تكون حاجه طبيعيه وناكل كميات اكل طبيعيه بتكون احسن بكتير، طبعا احسن ادويه بكتير. ايه ممكن الراجل ممكن يعملها مثلا في حاله لو هو خلاص شغال يفتح الشهيه مثلا فيها الشهيه عنده مفتوح، ايه ممكن الراجل ممكن يستفيد منها في انقاذ الوزن في المنزل؟ رياضه بسيطه يعني اي حد يقدر يمارسها بدون ما يتوجه لنادي، بدون ما ينزل شارع. تمام. نط الحبل. نط الحبل هي الرياضه الوحيده. يعتبر هي اسهل حاجه واسهل حاجه وجاي في المكان. هو النط الحبل وجاي في المكان. تمام. هي ده طبعا اسهل حاجه وبسيطه يعني. طب واللي بيعمل دايت وما بينزلش وزنه مهما عمل واتبع انظمه دايت مختلفه بيبقى ايه السبب؟ احنا بقى بنشوف بقى هو ايه موجود. اصل في حاجه ثانيه، احنا لازم نعلي معدل، لازم ندي سعرات حراريه عاليه عشان نزود معدل الحرق. في كتير يقولوا احنا ايه مثلا، انا باخد مثلا كل يوم تفاح الصبح والظهر والليل، او تفاحتين الصبح والظهر والليل. طب اوكي ماشي، بس التفاحتين دول ايه؟ اقل معدل حرق. المفروض ندي كميات سعرات حراريه عاليه عشان نزود معدل الحرق. يعني مثلا بشوف مثلا المفروض حضرتك مثلا تاخد 1800 سعره حراريه مثلا يوميا، او 1900 او 2000. لو هتاخد اقل من 2000 سعره حراريه يوميا الحرق بتاعك هيبقى ضعيف. بنعمل ايه؟ بنديك حاجه، نديك نعلي الحق. لا ونعلي، لا نديك كمان انظمه غذائيه تعلي الحرق، مش بس تعلي الحرق، ده كمان دي اعلى من سعرات، اعلى من اعلى اعلى كمان. يعني مثلا بدل 2000 سعره دي مثلا حوالي 2300 2500 سعره حراريه. كل دي في ايد حضرتك يعني بالعلاج وبال مظبوط. انا بشوف مثلا ايه الانظمه الغذائيه اللي ماشيه عليها. مثلا معلقتين فول مثلا، 3 معالق فول، 4 معالق فول، بيضتين مسلوقين مثلا، كوبايه حليب. انا بشوف مثلا بشوف معيار السعرات الحراريه لكل وحده من دول. النصيحه اللي حضرتك بتقدمها لنا علشان كلنا نحافظ على الوزن المثالي؟ طبعا الاكسرسايز مهمه جدا، المشي يوميا، الرياضه يوميا مش اقل من ساعه الا ربع يوميا او ساعه. مظبوط. تنظيم عندنا الفطار والغداء والعشاء،
تمام ده لازم انتظم عليه. بشكر حضرتك يا دكتور في نهايه حلقتنا النهارده، نورتنا. بشكر دكتور مصطفى يسري اخصائي السمنه العلاجيه والعلاج الطبيعي، بشكرك يا اسلام. بشكر زملائي اللي قدموا لنا الفقره الاولى من البرنامج وقام وعبد الرحمن، بشكر كل القائمين على البرنامج وعلى القناه، بخص بالشكر للدكتور الاعلامي الكبير احمد دياب، وانتظرونا في حلقه جديده من حلقات عاش الشباب. شكرا والى اللقاء.